النقص المسجل في الاطر الطبيه ببعض الاقاليم الجنوبيه من المملكه. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اسالكم عن النقص المسجل في الاطر الطبيه بالاقاليم الجنوبيه، وما هي الاجراءات المتخذه لسد هذا الخصص، وبالخصوص السيد الوزير اقليم ديال طاطا. وشكرا. شكرا سيد النائب، تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيدنا المحترم. فيك كتعرفوا دائما امامكم، واكيد انه كاين نقص حاد في الموارد البشريه على الصعيد الوطني، ماشي غير طاطا، جميع الاقاليم. ولكن اللي متفق معك هو كاين فوارق وتفاوتات بين العالمين القروي والنائي والمجال الحضري. اجدرت الحكومه شنو هو الحلول؟ اولا الرفع من المناصب الماليه، فنعطيك رقمين 2013 2014 وقارنها مع السنوات اللي دازت. 2013 كانت الوزاره الصحه 3978 منصبا، 3978 منصب مالي. 2014 2691 منصب مالي. هذا الشيء حيد منهم المناصب اللي مشات للمراكز الاستشفائيه الجامعيه. 2014 كانت بوحدها 1604 منصب. فيما يخص الاقاليم الجنوبيه وخاصه الصحراويه، منها واد الذهب، القويره، العيون الداخله، ف 2013 تعطى لها 450 منصب مالي. 2014 403 منصب مالي، المجموع ديال هاد ثلاثة الأقاليم هي 853 منصبة، غير كافي صحيح، كاين تفاوتات فوارق، ولهذا حنا تنحاولوا نحلوا هذا المشكل اعتماد جهوية المباريات، إعطاء الأولوية للعالم المناطق النائية ومنها طاطا، و70% ديال الموارد البشرية تمشي لهذ المناطق، إخراج مرسوم التعاقد مع أطباء القطاع الخاص والآن في مرحلة إطلاق العروض، مرسوم الخريطة الصحية باش توزيع عادل وأمثل لهذ الموارد في القطاعين العام والخاص على الصعيد الوطني. واخيرا حنا بصدد وضع اللمسات الاخيره باش نخرجوا ان شاء الله اذا كنتم اتفقتوا معنا القانون الجديد فيما يخص الخدمه الطبيه ولا الصحيه الوطنيه الاجباريه، انه جميع المهنيين خصهم يمشيوا للمناطق النائيه عامين اللي نتفقوا عليها ولا عام ولا ثلاث سنين قبل ما يدخلوا. شكرا السيد. شكرا السيد الوزير، كلمه لكم التعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اولا كنهنيكم على هذا المشروع القانوني ان شاء الله باش يخرج للوجود، الا انكم تطرقتوا للمناصب الماليه، اعطيتوا للجهات قلمي مستماره على ما اظن 23 منصب وما شاركوش غير ثلاثه. وحنا الساكنه اشنا هو سميتو ديالها، اشنا هو الحق ديالها ولا المشكل ديالها انها ما تاخذش هذا الحق ديالها ديال الصحه، والا ان فيما يخص التعاقد ان الجمعيات قمنا بعده جمعيات قاموا في اطار التعاقد مع اطباء، وكانوا عندنا خلال سنه 2014 سبعه اطباء، وخلال سنه 2015 ثلاث اطباء، وطلبنا منكم السيد الوزير انكم تدخلوا معنا في اطار شراكه، والا انكم ما جاوبتوناش لحد الان، والناس راكم عارفين دابا وقفات احتجاجيه امام المستشفيات كيوقعوا، مشكل ان كان عندنا لحد الان عندنا كانوا سبعه ديال الاطباء في المستعجلات، اصبح عندنا واحد، ولينا استدعينا ان طبيبه مشات تولد استدعيناها باش تجي تسد هاد الخصص اللي عندنا. المشكل ديال طاطا راكم عارفينه وراكم زرتوه السيد الوزير، اقليم شاسع وجل المراكز الصحيه راها مقفله، وحنا كنتمناو انكم تدخلوا في وقت وجيز ومستعجل انكم تسدوا هاد الخصص اللي عندنا بهذا الاقليم هذا، وهذا اللي كنطلبوا منكم السيد الوزير. شكرا. يبدو ان التوقيت راه ما كاينش في الشاشه، انا عندي قدامي التوقيت ولكن ما كاينش في الشاشه، ربما ولكن قدامي كاين التوقيت. كاين شي تعقيب اضافي من طرف الساده؟ اذا تفضلوا السيد الوزير، عندكم شي تعقيب؟ نعم الا سمحتوا السيد الوزير، كاين واحد التعقيب من طرف فريق مجموعات. نعم السيد الرئيس. مجموعه تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، اقليم لا يقل اهميه وهو اقليم بولمان، تفاعلنا معكم اكثر من سؤال سيد الوزير. هذا الاقليم كيعرف واحد المجموعه ديال الاختلالات البنيويه في القطاع اللي كنشرفوا عليه. النائب. شكرا السيد النائب من المجموعه النيابيه لتحالف الوسط، عنده 10 ثواني. تفضلوا السيد الوزير.
تبيع وجالة فيما يخص الشراكة فاحنا مستعدين. انا ما لا ما عمري رفضت من ما فهمتش الشراكة علاش كدوي. اما راه قلتي نتوما بديتوا واش انا قلنا لكم لا بالعكس خصنا نكملوا في هذا الاتجاه. انا تتعرفني وجيت حتى لعندكم وتناقشنا في هذا الشيء. ثانيا راه الموارد البشريه كلكم هنا في هذا البرنامج كنت محترم كلنا. شكرا سي الوزير.